عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدي الكرام أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد وفقرة تم غربيت بأستراليا. في أستراليا اليوم احنا جايين نشوفوا هذا المشهد الجميل اللي عاملينه بعاصمة ولاية جنوب أستراليا. مشهد جميل، فبقوا معنا ما تمشيو فيه مع الأستاذ. مرحبا. تشهد العجب هذا شيء جميل، شيء جميل. هذه العواصر في أستراليا. العواصر في المغرب والعواصر في أستراليا. وكل كاين فرق ما بين فرق كبير. تما كيفرقوا هذاك القنبول وكيصدعوا الناس، وهنا الناس كتجي كتمتع. كتمتع فيها الناس، سبحان الله العظيم. شيء جميل. هذا هو اللي كنسميوه ديال من كيكونوا الناس يعني التربية، كيكون النظام، فكل شيء كيدوز. وكاين على البلانة المعلم. انا احنا غنعاوشرو هنا وغنمشيو نعاوشرو في المغرب. تي غنعاوشرو هنا ونعاوشرو في المغرب. فرجة ممتعة. وهو شر مباركة على الجميع. هو تمتع لي سي موسى. اللهم بارك سي مصطفى، هذه أول مرة كنكتشفوا هذا العجب هذا. سبحان الله العظيم، شوف عايش ورا في الهواء الطلق. والهدوء والسكينة، ما كاين لا فوضى لا سكاندار لا والو. الوعي راه شي حاجة سي مصطفى. بصراحة الوعي كيلعب دور كبير. الوعي كيلعب دور. العشوائية ما خداماش. سي حسن. تحياتي. رحنا في جهنم. جهنم فيها خليلنا. تحياتي سي مصطفى. اش هاد الجماليه سي موسى؟ ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله سبحان الله. وشوف الحضور، واحد العدد كبير من البشر اللي جاي كيزور اليوم. كي الاخ مصطفى كيدير لهم متنفس فين كيجيو، ولكن الناس تاهما راهم في المستوى. كيجي يكتشف ويشوف فهمتي، كيجي بحالاتهم كاين لا مشاكل لا والو. وجمالية سي موسى. سمحوا لينا ما كنبانوش كم زياره، كاين الضربه مع الناس البروجيكتورات. ما كناش موجودين لهذا الفيديو هذا، راه جا على غفله. جا بالصدفه. بالصدفه. المهم بغينا هذه المده ديال طولنا عليكم بالزمان، بقينا حنا لا فيديوهات لا والو. مع الوقت وصافي، ولكن دابا الحمد لله كنتمناو يكون خير ان شاء الله في المستقبل ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. اذا مشاهدي الكرام، ففرجه ممتعه. طلع الاوفسايد مصطفى. شي معتبر والله الا معتبر صراحه، لان المتتبعين ديالنا ناس غاليين عندنا، ومده ما قدمنا لهم حتى شي حاجه، فاليوم غير نقدموا لهم شي حاجه يعني بالمستوى الرفيع. ونتمنوا ينال الاعجاب ديالهم ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. راه دابا العافيه شاعله والشتا كتصب. المهم ظهرنا راه سخون، ولكن الفوق راه بارد. صراحة المشاهدين ديالنا انهم يتبعوا بها. يقولوا لنا عواش راكم بركوت، احنا راه عندنا الشعالة. الشعالة عندنا احنا كثيرة. ولكن عندنا الشعالة الحضارية. شعالة حضارية. واش ديالنا العواش. احنا راه معوشرين، احنا سبقناكم كاع. المغاربة من منجاو ديما حاضرين، ولكن المغاربة الحرام اللي دائما ما كيدوزوا عار. ياك السي حسن. تحياتي لجميع متتبعي هذه الفقرة هذه، وتنقول لكم عواشركم مبروكة، وكل عام وأنتم بخير.
ما زلنا مستمرين معكم، بقاو معنا حتى الاخر ديال الفيديو. كاينه شي حاجه اكثر من هادشي هذا.